كنتمنى ان العوده ديال المهرجان ديال مراكش تكون كذلك عوده تاع الجمهور لقاعة السينما، لان احنا لاحظنا كاملين بانه تغيرت طريقه المشاهده كثيرا نظرا للفتره الصعبه اللي دازها العالم كامل. فالناس خدت واحد دابا واحد يعني واحد طريقه المشاهده اللي في الدار بزاف، والسينما بصراحه خصها تكون في القاعات. العوده للمهرجان هو عوده يعني احتفاء بالسينما، السينما كمان نحب السينما بالقاعات الجمهور، وحنا كنشوفوا ان الجمهور موجود والجمهور اتمنى انه كيتمتع وانه تعود القاعات ان شاء الله. أيام صيف عمل خاص جدا لأنه مقتبس عن بستان الكرز لأنتون تشيكوف. نحن نعرف يعني قيمة وقوة الأدب الروسي، وتشيكوف واحد من الكتاب الكبار، وهذه المسرحية واحدة من أجمل المسرحيات التي كتبت في تاريخ المسرح مطلقا يعني. فكان أنا كانت عندي رغبة يعني الاشتغال عليها من زمان. هذه مسرحية يعني اللي تم اقتباسها تشتغل على الأشياء الصغيرة في الحياة، وكيف أن الأشياء الصغيرة ممكن أن تغير الأقدار يعني بشكل قوي جدا. والحديث يعني على شخصيات ربما القصة يعني بسيطة هكذا، يعني لو جيت نحكيها غتكون بسيطة، أنا ما نحكيهاش خلي الناس تكتشف، بسيطة ولكن العمق موجود في طريقة كتابة الشخصيات، طريقة كتابة الحوار مثلا. الحوارات مكتوبة بشكل عميق وجميل جدا، والمشروع هو مشروع للممثلين وعن الممثلين ومع الممثلين. بالفيلم يعني مجموعة من الممثلين من أجود ما موجود حاليا في المغرب، وإعطائهم اشتغال على شخصية في الريبرتوار العالمي هو طريقة كذلك الاعتراف بقوة التشخيص المغربي وبالموهبة المشخصين المغاربة. إننا نحن عندما نقوم مثلا باقتباس عمل أدبي عالمي كهذا ديال تشيكوف، معناه أن هناك مئات الممثلين الكبار الروسيين والأوروبيين والعرب والأمريكيين وغيرهم والأسيويين الذين اشتغلوا على نفس النص والذين مثلوا نفس الشخصيات. ونحن الآن ممكن نقولوا أنه الممثلين المغاربة هم بنفس المستوى، وما كاينش يعني ممكن نكونوا فخورين بالممثلين ديالنا. كان جميل بزاف، القاعة كانت قاعة حميمية وقاعة استقبلت الفيلم بكثير من الشغف وكثير من الحب، وكانت قاعة متبعة الفيلم بكل الجوارح ديالها. كنحس انا يعني الامور كتحسها باش كتكون في القاعده، القاعه كتجاوب مع الفيلم، لان الفيلم هو مزيج من الفكاهه لانه فيه بزاف ديال يعني سبيس دو كوميدي دو بيغليسك هكايا كثير، وهناك كذلك يعني عمق دراما تاع ما يقع للشخصيات. وفي كل هذه اللحظات المختلفه كان الجمهور مركز ومتبع ومتفاعل مع الفيلم. اللي مزيان مع المهرجان مراكش هو مثلا اللي لاحظنا فقط ممكن تشوف غير البرنامج، مثلا البرنامج استطاع انه يعرض على سينمائيين عالميين. مهرجان من البداية ديالو مديور بمواصفات عالمية، وفي نفس الوقت كيفتح واحد النافذة على السينما المغربية كذلك. يعني هناك نوع من يعني من كيف تحباب على السينما العالمية، مم لنا يعني مثلا الناس صغار شباب كيجي وكيتفرجوا، كاين واحد إمكانية أنك تأخذ لكارت باش تدخل تفرج في أي الأفلام اللي بغيتي. هذا جانب يعني سينيفيلي، والجانب الآخر أنه كذلك يمكن أنه كذلك أن مجموعة من الأفلام المغربية معروضة كذلك في المهرجان. فمزيان يعني مهرجان لابنة من اللابنات اللي كتصنع السينما المغربية.
الو انا يا هذا العام عندي عندي ايام الصيف اللي غادي يخرج للقاعات، وكاين فيلم تم التصوير ديالو اللي سميتو التلت الخالي، واللي بالحق غيكون جاهز حتى نهايه 2023 ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.